ازيك شباب؟ عامل ايه دلوقتي؟ فري فاير فتحت عندي وهنوريكم الحاجات الاسطوريه. بس اول حاجه اعملوا لايك وسبسكرايب، وصل الفيديو ده 5 لايك وتشتركوا في القناه ونشوف فيديو كل الناس. هفتح اللعبه واجيلكم. هوت دخلنا. هو دخلنا عملوا هنا جزء الأسلحة، يعني فصلوا الشنط عن الحاجات عن الأسلحة، وأهو دوت كده، دوت AK، دوت أسلحة، دوت جروزة، وده وده. الحمد لله الحمد لله جبت الإكس 100 السريع دائم، وده وده ودوت الخرافي، ودوت اليوم بيه الحاجات. تالت حاجة انا انبسطت منها جدا جدا جدا، ماشي حدث هنا. انا فتحت هنا هوت يا جدعان، تقدر تجيب رقص الضحكة مجاني. انا طبعا جبت الاكس ام 8، الاكس ام 8 اهوت مجاني. انا خلاص قريب قريب جدا هجيب رقص الضحكة. انا اصلا عندي والباندا عندي، وفي شخصيات جديدة هتنزل ان شاء الله. في شخصيات جديدة هتنزل، وهنا نزلوا في التوكن FF البطاقات الحمراء. استنوا، التحديث الجديد جامد خرافي اهوت. توكن FF انا ايوه اهوت. انا عارف الفيديو هيبقى صغير شويه، بس كده خلصنا. السلام عليكم، مع تيم ياسر، اشوفكم في فيديو جديد.